صورنا. أمانة صرح ما شفناش من قبل صرح كيف هالصرح. قعدنا نجيبه في الأولاد هنا من قريب ويلعبوا وقعدنا نتريضوا معهم حتى هو في هالمضمار. وبأمانة بارك الله في كل من ساهم في إنجاز هذا الصرح الجميل. ونتمنى الكثير والكثير لهذه المنطقة، لأن بأمانة منطقة في وجهة نظرنا نحن كسكان منطقة مظلومة، يعني بأمانة مظلومة من جميع النواحي، لكن نقول هاي بادرة خير والباقي إن شاء الله عمار، وإن شاء الله بعمار ليبيا كلها إن شاء الله. والله بأمانة لفة طيبة هالمشروع الجنينة، وكما تشوف الأطفال يلعبوا واللي تريض، والحمد لله نشكر الحكومة والحمد لله. الألعاب سمحت والجو سمح وكلنا قاعدين نلعب وانا نحن والأطفال. الحديقة هذه أضافت المنطقة الحي السلامي كثير. طبعا حضرتك سألت الحديقة شنو، طبعا تشوف الناس فرحانة مع طبيعة الجو اللي سايرة، إن ما فيش كثرة أمطار، جت من حسن حظها يعني منطقة يعني. وبصراحة يعني مناظر رائعة وجميلة. الفترة الأخيرة افتكينا من قصة القمامة، وافتكينا من قصة الغبار والأتربة، والناس اللي كانت اللي جير مشكارته واللي كذا قعدت الحديقة وما شاء الله تشوف فيها بعينك أنت، وهذه الأضواء وهذه الناس فرحانة وكأن عيد وكأن احتفال وكأن رمضان، والناس تحب الأشياء هذين وتمناهن في كل منطقة، تمنى أن هي تكون منطقتها زي منطقة حي السلام. ولاحظت حاجه جميله انا اليوم اخرى في 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 هذه الحديقه، ان الاطفال تعودوا ان هم يرموا مخلفات الفضلات الاكل وكذا في القمامه، في صناديق القمامه، وهذه كان دلت على حاجه تدل على ان الناس بدات توعى والناس بدات تفهم ان الحديقه مرفق عام لازم يحافظوا عليه يعني. ونتمنى للجميع انه نتمنى المناطق كلها ان تقطرنا وندران الحدائق وندران مرافق الحدائق وملاعب ومنتزهات، باش الناس على الاقل تفرح وتلقى وين يعني تعبر عن 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 كبتها اللي من نتيجة الحروب اللي صارت والمشاكل اللي صارت. وهذا كل ما نقدر نقوله في هذا الموضوع يعني.